السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة في سوق البوادي، بيبي نايس بيبيع لبس اطفال ولبس بناتي، عندهم الاسعار عشان العيد اي قطعة على 25 ريال، وعندهم عرض كمان على شوية لبس كده ودريسات عندهم على 20 ريال. النهاردة هصور لكم الموديلات اللي موجودة هناك، وان شاء الله تيجوا المكان ويعجبكم. هو في سوق البوادي بجوار سوق الذهب مدخل 7، وعندهم لبس الاطفال المحير. ان شاء الله تيجوا المكان وتقولوا لنا رايكم ايه. بصوا عندهم برضو فساتين قطن على 20 ريال، وفي منها الوان، يعني بصوا ما شاء الله في منها الوان حلوه جدا. وعندهم كمان لبس ولادي الترنج على 25. قلت لهم بمناسبه العيد اي قطع على 25 ريال، ما شاء الله، والحاجات شكلها حلو جدا، وهو عامل عرض خاص على 25 ريال. انتوا برضه لما تيجوا قولوا انتوا من قناه سمر العربي، ان شاء الله هيعمل معاكم خصومات حلوه جدا. عندهم لبس بناتي ولبس ولادي حلو قوي، اي قطعه على 25 ريال، ده عرض خاص عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. عندهم حاجات حلوه جدا، ان شاء الله تيجي تجيبي الاولاد. انا اخرت عليكم الفيديو معلش، كنت بشوف لكم مكان حلو تقدروا تجيبوا منه لبس العيد بسعر حلو، اي قطعه على 25 ريال. هتيجي تجيبي ان شاء الله من سن سنتين ل 12، من سنتين ل 12 سنه ولادي وبناتي، صح؟ ايوه، في من 6 شهور لسنتين، وفي كمان من 6 شهور بيبيهات لسنتين. بصوا ما شاء الله عندهم تشكيله حلوه جدا للعيد، عندهم جواكت جينز وباديهات وسلوبتات وفساتين وباديهات وبلوزات. هتيجوا ان شاء الله تلاقوا الحاجات اللي انتم محتاجينها. معلش اخرت عليكم الفيديو شويه، انا كنت بس بدور عايزه اجيب لكم مكان حلو واسعاره حلوه. فاتحين ايام العيد، فاتحين ايام العيد ان شاء الله، فاتحين ايام العيد. الميعاد عندكم امتى؟ الدوام في العيد اول يوم بس نقفل، بعدين على طول اليوم الثاني دوام. من الساعه كام للساعه كام؟ من الصباح للساعه الظهر، ومن العصر للساعه 12. تمام، يعني هم اول يوم بس العيد هيبقوا قافلين، وبعد ثاني يوم العيد ان شاء الله هيفتحوا من الساعه 10 الصبح لغايه الظهر، ومن الساعه 4 لغايه الساعه 12 ان شاء الله. بصوا ما شاء الله عندهم تشكيله حلوه جدا، عندهم حاجات جميله جدا للعيد. ان شاء الله تيجوا وتجيبوا لبس العيد ان شاء الله. الحقوا بقى، بصوا ما شاء الله عندهم حاجات حلوه جدا، وعندهم موديلات حلوه جدا. هصور لكم الاول القسم البناتي، وبعد لكم اصور لكم الولادي عشان ايه ما لخبطكوش معايا. بصوا برضو الفساتين دي، اللي حابب يجيب فساتين، وفي منها الوان، في منها اللون برضو ده الازرق ده، وفي منها اللون ده برضو، وفي اللون الاوف وايت لو حد حابب اللون الاوف وايت. اللون الاوف وايت بصوا حلوين قوي ما شاء الله. عندهم برضو بصوا بريزات حلوه جدا وتيشيرتات. بصوا ما شاء الله الموديلات حلوه قوي، وفي منها مقاسات من سنتين ل 12 سنه، وعندهم كمان من للبيبيهات من 6 شهور لسنتين. بصوا ما شاء الله بناطيل حلوه قوي. سوق البوادي محل 334 جنب محل كشخه وجنب سوق الذهب. بصوا ما شاء الله الموديلات، ان شاء الله تيجوا المكان ويعجبكم. بيبي نايس هو جنب سوق الذهب على طول عند مدخل 7، بوابة 7 دي يا بنات جنب سوق الذهب على طول. يعني انتوا عند سوق الذهب كده اسألوا على بوابة 7 جنبها، هي في وسط محلات الذهب. عندهم ما شاء الله لسه المقاسات، ان شاء الله تيجوا تلحقوا. اي قطعة على 25 ريال، وعندهم بناطيل شكلها حلو قوي بناتي. بصوا ما شاء الله البناطيل حلو قوي، وبصوا السلوبتات شكلها جميل قوي، وفي منها زي ما قلت لكم اهي مقاسات. بصوا مقاسات كتير جدا، فان شاء الله تيجوا وتقولوا لي رايكم ايه. بصوا برده يا بنات ما شاء الله، بصوا بقى، بصوا الدريسات الجينز جميله جدا على 25 ريال. بصوا يا بنات السلوبيتا دي كانت على 45، وعشان العيد 25، وفي منها مقاسات ما شاء الله شكلها حلو جدا. وبصوا بقى انا هوريكم حاجه البنات دلوقتي بيحبوها، الستايل الجديد ده، البنطلون فيه نفس التطريز ونفس الديزاين اللي موجوده على السوربتا، ما شاء الله حلو قوي. وفي منها كمان اللون ده، لون الجري، في اطفال منها، في منها اطفالي، في منها كمان اطفال دلوقتي هوريها لكم.
بصوا ما شاء الله البرزات. بصوا جواكت الجنس يا بنات ما شاء الله حلوين قوي. اي قطعة على 25 ريال. بيبي نايس في سوق البوادي. والخامات والله جميلة ما شاء الله. بصوا بصوا حاجات حلوة قوي. بصوا من 6 شهور لسنتين. بصوا السردات الاطفال ده من 6 شهور لسنتين. بصوا ما شاء الله حلوين قوي. وبصوا كمان الفساتين دي الجنس دي جميلة قوي للاطفال ما شاء الله جمال قوي. من 6 شهور يا بنات لسنتين السلبتات والفساتين دي. وفي منها كبير دلوقتي زي ما انا وريتكم ما شاء الله. الموديلات حلوه قوي. اي قطع على 25 ريال. دي ولادي بقى. دي سلبته ولادي شكلها حلو قوي. وبصوا البناطيل الجينز لسه عندهم تشكيله تاني من بناطيل الجينز. بصوا البناطيل. ودي برضو بلوزات بناتي. بصوا الفساتين في منها الوان يا بنات. الجنس انا وريتهولكوا ده في منه الفاتح وفي منه الغامق واللون الجري ده ما شاء الله. عندهم تشكيله حلوه جدا. وبصوا الفستان ده. بصوا الجمال قوي ما شاء الله. دي لسه جديده لسه نازله يا بنات. نيجي بقى لقسم الولاد عشان هم زعلانين مننا. بصوا ما شاء الله بقى حاجه الولاد. انا اول مره يعجبني حاجه ولاد بصراحه. الحاجات شكلها حلو قوي. البناطيل بتاعه الولاد والتيشيرتات والبلوفرات. اي قطعه على 25 ريال. بيبي نايس ما شاء الله. لما تيجوا هيرعوكوا في الاسعار. قولوا انتوا من قناه سمر العربي. بصوا ما شاء الله عندهم شرطات وبناطيل جينز وبرمودا وتيشيرتات كم وتيشيرتات نص كم وبلوفرات. يعني ان شاء الله وانتوا هتروحوا مكان تاني تعيدوا فيه هتلاقوا اللبس اللي تحتاجوه. اي مكان انتوا هتقضوا فيه العيد ان شاء الله كرسيهم طيبين. ولو لسه بتتفرجوا عليا ما تنسوش تدعموني بلايك وباشتراك في القناه. واللي جاي ان شاء الله احسن. لسه في حاجات كتير جدا ان شاء الله هنزلها لكم الفتره اللي جايه. بصوا ما شاء الله اللبس الولادي برضه يا بنات من 2 سنة ل12 سنه. عندهم اللبس المحير اللي انتوا بتسالوا عليه. عندهم ما شاء الله لبس محير. وبصوا برضو بصوا ما شاء الله حلوين قوي. ان شاء الله تيجوا المكان ويعجبكم. وما تنسوش تقولي لي في الكومنتات رايكم ايه. انا اتاخرت عليكم في المحل بس فعلا كنت بدور لكم على حاجه يكون سعرها حلو جدا. بصوا ما شاء الله التيشيرتات جمل قوي ما شاء الله. وكمان عندهم ترنجات يا بنات ترنج شورت. وعندهم ترنجات بنطلون. بصوا ما شاء الله برضو دي ترنجات رياضية برضو من 2 سنة ل12 سنة. وفي عندهم لبس بيبيهات من 6 شهور لسنتين. يعني ان شاء الله هتيجوا تلاقوا لبس للولاد. وبصوا انا عايزة اقول لكم ان انا بصور لكم كمان المعروض بس ده في حاجات بقى ورا الوان. يعني كل موديل كده هتلاقوا ورا ايه موديل تاني واشكال تانية والوان تانية. والله العظيم قماشتهم تحفة. عايزة اقول لكم ان الخامة يعني بصوا خامتهم حلوة جدا ان شاء الله. تيجوا وتقولوا لي رأيكم. واتمنى يا بنات لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك عشان يوصل لاكبر عدد والناس تستفاد من الفيديو. في ناس لسه برضو ما جابتش لبس العيد. مش كلنا شاطرين نزلنا جبنا. لسه في ناس كان عندهم ظروف لسه ما لحقوش ينزلوا. فانا قلت انزل اجيب لكم لبس العيد باسعار حلوه جدا وخامات شكلها جميل جدا. بيبي نايس محل ملابس الاطفال ولادي وبناتي سوق البوادي. ان شاء الله تيجوا وتقولوا لي رايكم. وما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد وتدعموني باشتراك. وان شاء الله اللي جاي احلى. وبكده اكون خلصت تخطيط النهارده في محل بيبي نايس. وان شاء الله استنى في كومنتات تقولوا لي رايكم ايه. وبكده اكون خلصت الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.